جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردتنا، هذا سائل يقول: ما فضل تسوية الصفوف في الصلاة حيث نرى في بعض المساجد الصفوف مائلة؟ هل لإمام المسجد أن يذكر الصافين للصلاة بها؟ نعم، هذه مهمة إمام المسجد، ألا يدخل في الصلاة حتى يتأكد من استقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج فيها. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك، فهذا من مهمة إمام المسجد، وعلى المأمومين أن يهتموا بذلك وأن يتقاربوا وأن يحاذوا بين المناكب والأكعب حتى تعتدل صفوفهم وتكون كصفوف الملائكة عليهم السلام. نعم. جزاكم الله خير. بهذه المناسبة الشيخ صالح، الأئمة والمؤذنون بحاجة إلى توجيه من فضيلتكم عن ذلك. أما المؤذن فمهمته الوقت، نعم، محافظة على الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت يغر الناس، ولا يؤخر الأذان عن أول الوقت عن بدء الوقت فيغر الناس كذلك، لا سيما من يريدون الصيام. وربما إذا أذن قبل الوقت أن الإنسان يصلي الفريضة قبل وقتها، ويكون ذلك من مسؤولية المؤذن، ويتحمل المؤذن هذا الخلل العظيم. فعلى المؤذن أن يهتم بالوقت ولا يؤذن حتى يدخل الوقت إلا أذان الفجر، فإن له أن يؤذن الأذان الأول لأجل أن يستيقظ الناس ويستعدوا للذهاب للصلاة، ولكن يؤذن بعده الأذان الأخير حتى يعرف الناس أن الأذان الأول لا يصلى عليه، وإنما هو تهيئة للصلاة، فلا يقتصر على الأذان الأول يغر الناس، لا بد أن يؤذن عند دخول الوقت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان: بلال يؤذن في قبل الوقت في الفجر، وابن أم مكتوم يؤذن على دخول الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى، يعني في الصيام، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر. وأما بقية الأوقات فليس لها إلا أذان واحد إلا الجمعة. الجمعة لها أذان أول، وأول من أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وذلك ليتهيأ الناس للذهاب إلى صلاة الجمعة، لأنهم قد يكونون مشغولين، قد يكونون بعيدين عن المسجد، يحتاجون إلى تنبيه لأجل أن يتأهبوا ويذهبوا لصلاة الجمعة. وأما بقية الصلوات فلا يؤذن لها إلا عند دخول الوقت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، والناس متعلقون في ذمته. وأما الإمام فمهمته الصلاة، أن يتقنها، أن يخفف على الناس ولا يثقل عليهم، لأن فيهم الضعيف، فيهم الكبير، فيهم ذو الحاجة، فيراعي أحوالهم، لكنه تخفيف من غير إخلال بالصلاة، يخفف، يكون متوسطا بين السرعة وبين التطويل على المأمومين، يتوسط في هذا، هو مسؤول عن هذا، لا يشق على جماعته لا في نفس الصلاة ولا في الإقامة، لا يؤخر الإقامة حتى يثقل على الحاضرين والذين هم في المسجد، ولا يقدم الإقامة فيحرم الناس من إدراك صلاة الجماعة، فإنما يتوسط. هذه مهمة الإمام. كذلك على الإمام أن يتفقد الجماعة والمتخلفين، وينصح المتخلف ويرفع بشأنه إلى الجهات المسؤولة إذا تكرر منه ذلك، فهو مسؤول عنهم. لكن مع الأسف
بعض الأئمة يترك الإمامة ولا يحضر إلا وقت واحد في الأسبوع، ويترك صلاة الفجر ويشق على الناس، فهذا حرام عليه، هذه مسؤولية، هذه ضمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن، فهو مسؤول عن صلاته وعن صلاة من خلفه. نعم.